رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ووصلنا للفقرة الطبية. كتير مننا لما بيحس بتعب وألم في العظام والمفاصل أو وجود تيبس شديد في العضلات ممكن ما ينتبهش لأهم عوامل أو أسباب الألام المفاصل دي، وهي نقص الفيتامينز والمعادن اللي ممكن تكون موجودة في جسمنا. أشهرها فيتامين د بيعد من أهم العناصر اللي بيحتاجها جسمنا علشان يبني عظام صحية جيدة، وللأسف نقصه بيؤدي لمشاكل كتيرة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم عن نقص فيتامين د وخشونة المفاصل مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني دكتور علاء الدين أحمد المستشار الطبي لشركة باكس فارما. أهلا بك يا دكتور. أهلا بصراحتك يا شيخ عظيم، وأنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. الله يخليك يا دكتور. إزاي حضرتك النهاردة؟ الموضوع جميل. لا بص حضرتك، الموضوع هيبقى مفاجأة، يعني أنا هطلع بره السكريبت خالص. لأن حضرتك عملتي حاجة في الفقرة اللي قبل كده. ايوه الحاجه اللي حكي عملتيها دي هي اللي هنبني عليها الحلقه بتاعتنا. حكي إيه؟ عملتي الحمام. ايوه مظبوط. على فكره الحمام هو من ضمن المصادر الاساسيه للفوسفور. ايوه. ايه بقى قصه الفوسفور؟ الفوسفور هو اللي مسؤول عن صلابه العظام. يعني العظم بتاعنا عباره عن كالسيوم اللي هو بيكون العظم، والفوسفور هو اللي مسؤول عن صلابه العظام. كويس قوي. عشان كده احنا ليه بنتكلم على مكملات غذائيه في في في, في مع حضرتك؟ لان احنا بنتكلم في المطبخ. أيوة. مكمل غذائي، يعني انا الغذاء بتاعك انا بكمله لك. يعني بمعنى اخر انت المفروض تاخد حاجات معينه عشان تبقى مثلا سي مصدر الفيتامينات والمعادن، فانت بتاخدهاش بالكميات الكافيه، فانا بديك مكمل غذائي من مصادر طبيعيه وبتاخدها، او الجسم بيصنع حاجات معينه بس مع مرور الزمن الجسم بطل يصنعها، فانا بديها لك في صوره مكملات غذائيه. تمام. عشان كده بنتكلم دايما على المكملات الغذائيه مع حضرتك في مطبخ الشيف عظيم. ربنا يخليك يا دكتور. حضرتك اثرتي في مقدمه حضرتك ثلاث نقط لازم نتكلم فيهم. حضرتك اثرتي كلمه العظام. ايوه. والمفاصل وفيتامين د. وفيتامين د. ايوه. خلينا الاول، انا هبتدي النهارده الحلقه من ورا لقدام. ماشي. هنتكلم الاول حاجه على المفاصل. يعني ايه مفاصل؟ المفاصل اي التقاء عظمتين ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف بيسمى مفصل. كويس. يبقى ده تعريف المفصل. تمام؟ يبقى المفصل عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق أربطة وبينهم غضاريف. على فكرة الغضاريف هي المسؤولة، بتعمل زي مخدات ما بتخليش العظم يحتك ببعضه. والعظم ده بينهم سائل اسمه الهيلورونيك أسيد. تمام؟ هو ده اللي ساعات بينقص يا دكتور وبيتحقن وكده؟ هو ده. الله ينور على حضرتك. أنا النهاردة لما إيه بقى مشكلة المفاصل بتيجي منين؟ مشكلة المفاصل بتيجي مع تقدم العمر. أيوه. ومع الحركات الخاطئة ومع العادات السيئة الخاطئة بيحصل إن الأربطة والغضاريف بيحصل فيها تآكل. ودي بتبقى بداية خشونة الركبة. عشان كده بيسموها دي الخشونة الأولية، لأن عندنا خشونة أولية وعندنا خشونة ثانوية. يبقى اللي بيحصل السائل ده بينقص، فالعظم الغضاريف بتتاكل، فاللي بيحصل العظم بياكل في بعضه وبيديك يديني حتة تآكل الغضاريف، وده بيبقى مقدمة لتغيير المفصل. لا قدر طيب. الله. عندنا ثلاث عناصر مهمين جدا الجسم اوريدي بيعملهم وهم المسؤولين عن صحة وتجديد الأربطة والغضاريف. الجسم بينتجهم. الجسم بينتجهم. كويس. وهم الجلوكوزامين، كوندروتون، والهيالورونيك اسيد اللي احنا قلنا عليه. تمام. الماده المهمه قوي. الماده المهمه والمادتين الاثنين مهمين جدا. مهمين. ما احنا ليه بقى؟ لان هم دول مسؤولين عن تجدد الاربطه والغضاريف. تمام. اللي بيحصل مع تقدم العمر او مع العادات السيئه الخاطئه، العادات الغذائيه الخاطئه، او واحد بيلعب بطريقه خاطئه، او الست بتتحرك بطريقه خاطئه، او النهارده احنا مثلا بحياتنا كلها مش مظبوطه في المشي، في الحركه، في لعب الرياضه، فايه اللي بيحصل؟ الاربطه والغضاريف دي بيحصل فيها مشكله. بس المشكله اللي بتواجهنا الاكبر ان الجسم ما بيقدرش ينتج الجلوكوزامين والكوندروتون والهيالورونيك اسيد بالكميات الكافيه كافية عشان يجدد الاربطه والغضاريف. عشان كده احنا بنتكلم على اول مكمل غذائي النهارده في كورس العظم بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. الجوينت بيكس حل لي هذه المشكله، لان هو عباره عن خمس حاجات. اول حاجه الجلوكوزامين ده بتركيز 500 ملي جرام. كويس. احتياجات الجسم معانا على الشاشه. موجود على الشاشه. احتياجات الجسم في اليوم عباره عن 1500. يا ممكن ينتج كام؟ هو الجسم اصلا بينتج قد ايه تقريبا؟ المفروض ان الجسم ينتج 1500 بس هو ما بينتجش. مع ايه بقى؟ تقدم العمر ولا عادات خاطئه؟ مع التقدم. ايوه كل ده بيؤدي ان الجسم ما ينتجش 1500 كله بنفس النسبه. فانا حاطط لك الجلوكوزامين في جوينت بيكس بتركيز 500 ملي جرام. كويس. تمام.
عشان كده بندي الجوينت ميكس في الحالات الوقائيه. انا مش عايز اوصل بقى المشكله لما يبقى عندي مشكله أو في في العظم او في المفاصل. التركيز بتاع الكلوكوزامين في الجوينت ميكس تركيز 500 مللي جرام. عشان كده في الحالات الوقائيه بندي قرص واحد في اليوم. وفي الحالات العلاجيه بندي قرصين مع بعض. يعني انا بديك 1000 كلوكوزامين اللي هو مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف، وبخلي الجسم بساعده انه ينتج تاني اللي هو ال 500. تمام، دي اول حاجه عشان الجسم ما يتوقفش خالص، ما يتوقفش عن انتاج الكلوكوزامين. عندنا الكوندروتون برضو، دي الماده الثانيه اللي الجسم بينتجها وهي مسؤوله عن تجدد الاربطه والغضاريف، موجوده عندنا في الجوينت ميكس. دي برضو مسؤوله عن تجدد الاربطه والغضاريف. اتكلمنا في المقدمه ان احنا عندنا، وده حضرتك بص الرسمه الموجوده على الفيديو الموجود على الشاشه دي، اللي حضرتك تقصدها ده. ده اللي هو دي الغضاريف. أيوة. واللي بيحصل مع الحركه بيحصل التهاب عندي في الاربطه، ودي بتبقى مقدمه اللي هو صوت الطقطقه. بعد كده عند العظم بتاعي فيه حشاشه، فيه مش كويس، فبيبتدي يتاكل. بعد كده مع الحركه المستمره الغضاريف بتبتدي يحصل فيها تاكل، او يبان عن طريق هو مع الحركه، مع استمرار الحركه الغضاريف بتبتدي تتاكل، وبنخش في حته خشونه العظام اللي هو بيسموها الخشونه البسيطه الاوليه والخشونه المتوسطه، ودي بتبقى مقدمه لتغيير المفصل. يعني أنا مش عايز لو أهملنا يا دكتور نوصل للمرحلة طبعًا دي، طبعا نوصل لتغيير مفصل، ولو لحقناها في الأول ما يحصلش ده. بص حضرتك الاحتكاك ده، بص طبعا ده احتكاك مباشر. أيوه ده اللي بيحصل في عندك في المفصل بتاعك. فأنا بديك الجوينت ميكس، اتفقنا اللي هو أول حاجة عبارة عن كلوكوزامين، تاني مادة فيه اللي هي الكوندروتون، تالت مادة فيه اللي هي الهيرونيك أسيد اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي السائل اللي موجود بين الغضاريف. تمام. طيب هل احنا وقفنا على كده وبس؟ لا ما وقفناش على كده وبس، لان احنا عندنا اشكاليه بتواجهنا ان في بعض الحالات ان بتلاقي عنده في ورم، في تورم، في تورم في منطقه المفصل. فبقول له لا، انا مديك برضو في الجوينت ميكس اللي هو مستحضر البرومالين اللي هو مستحضر الاناناس، مستخلص الاناناس ده مضاد للتورم. تمام. وفي نفس الجوينت ميكس بيبقى ساعات في بعض عندي التهابات، عندي مديك مستحضر الجينجر وهو مستحضر الزنجبيل، عشان ده بيعمل ايه؟ مسكن الالام وبيزود الدوره الدمويه في منطقه المفصل. يبقى انا النهارده عملت لك ايه؟ انا عالجت لك المفصل. لو انت بتشتكي من الام المفصل واديته لك كوقائي، لو انت مش عايز تخش في مرحله يبقى عندك مشكله في المفصل. يعني نقدر نلحق ده في الاول يا دكتور، اذا بدانا نستشعر الامور. مش احنا، لا حضرتك، احنا بنتكلم على مكمل غذائي. يعني ايه مكمل غذائي؟ يعني هو مستخلص من مواد طبيعيه الجسم اوريدي بينتجها، بس ما بدهاش بالنسبه الكبيره، بالنسبه الكافيه. أيوة. فانا بقول لك النهارده انت وقائي، خد لك قرص واحد في اليوم قبل ما تنام. تمام. يبقى انت حافظت على سلامه المفاصل وما عندكش اي مشكله خالص لاي عمر فينا. هو من اول مجرد ما يبلع، لان خلي بالك هي المشكله ان احنا عندنا عادات، حتى الحركه بقت عندنا غلط. طب تطلع العادات الغلط للستات بسرعه كده، يعني مثلا حضرتك الست حركتها وهي بتوطي النص توطيه دي ده غلط، وهي بتشيل حاجه، كل ده بتحمل على المفاصل. الستات عندها مشكله ان هي عندها اوفر ويت، عندها وزن زياده، ده بيحمل على المفاصل. فبقول لحضرتك لا، انت الحاجات دي كلها يبقى لازم ان تاخدي الجوينت ميكس كحاجه وقائيه. تمام. هيك جبت في المقدمه، احنا كده اتكلمنا على المفاصل صح؟ ايوه. فضلنا نتكلم على العظام، العظام ونتكلم على الفيتامين دي. اوكي. هنتكلم الاول على الفيتامين دي وبعد كده اخش لك على العظام. ده مهم برضو. احنا فيتامين دي هو بيسموه انزيم او فيتامينز الشمس. ليه؟ لان هو الاساس، المصدر الاساسي، السورس الحقيقي دي الشمس. بس هو لازم يبقى موجود عشان الشمس تحرره. فيبقى عندي فيتامين دي بالكميه الكافيه. كويس. تمام. فيتامين دي اهميته، احنا بنتكلم على قرص عظم، هو المسؤول عن ترسيب وامتصاص الكالسيوم. اوكي. لو انا عندي نقص في فيتامين د، يبقى ايا كان لو انا عندي النسبه كافيه من الكالسيوم، وعلى فكره ده برده مش موجود، هيبقى عندي ما بيمتصش كويس، هيبقى عندي مشكله في هشاشه العظام. خلي بالك طبعا، باي ذا واي الفيتامين دي هو جزء اساسي في موضوع رفع المناعه كمان. يعني طبعا، يعني انا باخد فيتامين دي دلوقتي. أيوة صح. عشان يبقى مسؤول عن يرفع لك كفاءه جهاز المناعه بتاعك. الحاجه الثانيه او الحاجه الاولانيه ان هو يزود من امتصاص الكالسيوم في الجسم. طبعا هو على فكره فيتامين دي هو العامل المشترك لامراض كتير جدا. الاكتئاب والارق والنوم وضعف الاسنان والرغبه الجنسيه، حاجات كتير قوي قوي فيتامين دي هو مسؤول عنها. تساقط الشعر، الجلد، حالات الخمول والتعب والارهاق اللي هي خاصه بالمناعه او نقص الفيتامين بتبقى ليها اعراض. الحرق، حد يقول لك انا بعمل نظام ريجيم بس انا ما بخسش، يبقى روح اعمل لي فيتامين دي. وعلى فكره 75% من الشعب المصري عندهم نقص فيتامين د، بيبقى بنسبه قليله قوي، كلهم بيوصلوا لنسبه معينه كده. انا حليت لك هذه المشكله ان انا اديتك الفيتا ميكس اللي هو بتاع المكمل الغذائي الثاني لينا بتركيز 2000 انترناشونال يونت اللي هو الوحده الدوليه،
يبقى انا هنا بديك قرص واحد بعد الفطار يوميا اللي هو على فكره ال 2000 دي هو احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000. يبقى انا بديك الفيتاماكس برضه هنا كوقائي. كويس. لو انت عايز تاخده كوقائي تاخد قرص واحد بعد الفطار. كويس. لو عايز تاخده كعلاجي وريدي انت حسيت ان عندك اعراض نقص فيتامين د او لما رحت عملت تحليل النقص عندي بديهولك بديك قرصين بعد الفطار. تمام. حلو كده؟ يبقى انا الاول انا خلاص حليت لك مشكله فيتامين د الاساس اللي انا هبني عليه. كويس. تمام. نروح بقى للمكمل الغذائي الثاني عندنا اللي هو انا مديك كالسيوم بقى عشان احنا اتفقنا العظم عباره عن كالسيوم وفوسفور. صح. فوسفور خدناه من الحمام اللي حضرتك عملتيه. هناخد الكالسيوم عن طريق المكمل الغذائي بتاعنا الثاني اللي هو السيد زيت باكس. والسيد زيت باكس فيه ميزه مش موجوده في معظم المكملات الغذائيه اللي موجوده في مصر في الكالسيوم اللي هو موجود في صوره ستر الكالسيوم ساتريت. كالسيوم ساتريت هو ده اللي مصرح بيه فاوروبيا وامريكا ان هو يتاخد على سن ال 40. ليه؟ عشان ما بيأثرش في المعده ولا بيتأثر بالمعده. أوكي. عكس الفورمات الثانيه اللي موجوده من الكالسيوم. يعني مثلا صحيحك هتلاقي الكالسيوم مثلا بيقلم الناس اللي عندها مشاكل قرح او كده بيقلم فم المعده فلازم تاخد معاه حاجه وقائيه. لا انا بديهولك النهارده في صوره الكالسيوم ساتريت فما بيأثرش في المعده بتاعتك ولا بيتأثر بالآثار الحمضيه بتاعتك. كويس. وخلي بالك حاجه احنا عندنا مشكله مع الكالسيوم لان دايما بيعلمونا في الكتب ان انت المفروض من لحد سن 15 بتاخد 3 وحدات كالسيوم في اليوم. هو المصدر الاساسي للكالسيوم هو اللبن او منتجات الالبان. الثلاث وحدات المقصود بيهم ايه؟ انك تاخد مثلا مع كوبايتين لبن وكوبايه زبادي او تنوع. كوبايه زبادي جبنه قريش مش عارف ايه وده ما بيحصلش. ما بيحصلش. عشان كده تلاقي معظم الناس فوق سن 40 بتعاني من هشاشه العظام. هي عندها مشكله في هشاشه العظام. صح. لان احنا ما خدناش الكالسيوم بتاعنا من صغرنا. صح. فانا بديهولك بقول لك لا انا هديهولك بقى من اول ما تقدر تبلع تاخد سيتي زيت باكس مصدر للكالسيوم او بتاخده كوقايه عشان ما تخشش مني في هشاشه العظام. كويس. يبقى احنا دلوقتي حلينا مشكله فيتامين د ورحت مديك الكالسيوم عشان الكالسيوم يمتص فحليت لك مشكله العظم وحليت لك مشكله الايه؟ المفاصل. المفاصل. وحضرتك اثرت نقطه تمام في المقدمه قلت ان انا ساعات بيبقى عندي مشكله في العضلات. خلي بالك مشكله العضلات اساسها هو الغذاء لان العضلات اساسها هو بروتين. والله. بروتين وكربوهيدرات. تمام. وعشان كده احنا هنخش بالمكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هو الالب مالتي فيت اللي هو مصدر للمعادن وهيجي على راسهم فيتامين بي بي 12 اللي هو بيزود من عمليه التمثيل الغذائي للكربوهيدرات لان انا محتاج الكربوهيدرات علشان اعمل عضلات كويسه. تمام. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على كورس العظم بتاعنا عباره عن 4 حاجات. وما دام بنتكلم على كورس يبقى لازم اقول لحضرتك ازاي نشوف الكورس على بعض يا جماعه عشان الدكتور يقول لنا تاني معلش انا صورت الكورس الجرعه بتاعته عشان انا يهمني جدا الجرعات بتاعته بتتاخد ازاي. ايوه. تمام. والدكتور بيشرح لنا كده على الصوره. حلو. عشان ده الكورس بتاعنا. أيوة. وحتى هو السلوجن بتاعنا عظام اقوى وصحه افضل. تمام. طبعا لان على فكره هي العظام هي الاساس. طبعا يا دكتور. حضرتك بنبتدي اليوم بتاعنا بعد الفطار باخد قرص قلب مطفيت مع قرص فيتا بيكس لو انا باخده كوقائي. كويس. انما لو علاجي هاخد قرصين فيتا بيكس. تمام. اجي بعد الغداء باخد قرص واحد زينه زيت بيكس اللي هو الكالسيوم. وباجي بالليل باخد قرصين جوينت بيكس لو انا باخد حاجه يعني انا اوريدي عندي الاعراض بتاعت التهاب المفاصل. ولو انا ما عنديش الاعراض باخد قرصين لو عندي الاعراض. لو انا ما عنديش الاعراض باخد قرص واحد قبل ما انام بالليل. اوكي. يبقى لو علاجي باخد قرصين. تمام. من الجوينت بيكس. خلاص احنا كده اتفقنا. اول بالنسبه للفيتامين د كمان قرصين لو هو بيبقى علاجي. علاجي وقائي باخد قرص واحد. تمام. الجوينت بيكس لو وقائي باخد قرص واحد. لو علاجي باخد قرصين مع بعض. ده كورس متكامل من العظام. وطبعا انا عايز بس اقول حاجه على فكره بالنسبه للكورس ده لو سمحتي لي يعني احنا خلي بالك احنا بادئين في الكورس ده بقى لنا شهر. ايوه. في الفتره اللي فاتت دي في يعني انا اللي انا عارفهم حوالي مثلا 250 حاله استخدموا الجوينت بيكس الكورس العظمي ده كله. ايوه. خلي بالك اول اسبوع كان اعتقد في 10 15 استخدموه دول كرروا الكورس تاني. ده دلاله على ايه؟ ان هم ابتدوا يتحسنوا. حسوا طبعا اكيد حسوا بنتائج يا دكتور. هو لو ما حسش بتحسن هو مش هيكرر. ودي ميزه وانا بديهولك في صوره مكمل غذائي من المصادر الطبيعيه. ايوه. يعني انا بدل انت ما تخش المطبخ ومش عارف اكل ايه واعمل ايه لا انا بديهولك بصوره طب بسيطه. طب سؤال بقى سريع طبعا. هل هو مناسب لاصحاب الامراض المزمنه يعني سكر ضغط كوليسترول ما عنديش اي مشكله خالص مكمل مع غذائي امن مكمل غذائي خالص. أوكي. مفيش غير بتاع المريض الكلى اللي بيغسل كلى ان هو بياخد كالسيوم نسبه فانا بقول له خلي بالك انا عندي كذا عشان بس يظبط الجرعات مع بعضيها. ايوه تمام. طيب قول لنا برده طرق التواصل يا دكتور عايزين نعرف طرق التواصل الارقام اللي موجوده على الشاشه. هو الارقام موجوده على الشاشه وعلى فكره الناس اللي بترد على الارقام دي ناس متخصصه. ايوه. عشان توصل معاك في الاخر هو هيدولك علاجي ولا هيدولك وقائي
يعني بيتسالوا كمان. بيتسال انت بتعاني بايه، ايه اللي مش مجرد اطلب، ممكن يقول والله انا عايزه قوي قوي، يقول له تاخد كذا كذا كذا. تمام. لا عايزك علاجي ياخده كذا 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 كذا. تمام. لا الارقام موجوده على الشاشه. وعلى فكره برضو الكورس ده موجود في بعض المستشفيات الكبرى في مصر. وده دلاله على مستشفيات كبيره على فكره، خاصه مؤسسات الجيش كمان. مستشفيات كبيره موجود فيها الكورس بتاعنا. وده دلاله على القوه او التراست او الثقه في الكورس بتاعنا. طيب يا دكتور، احنا اتكلمنا ان هو وقائي، والولاد الصغيرين يقدروا لو هم في حاله يعني محتاجين تلعب رياضه. احنا عايزين اولادنا كلهم يلعبوا رياضه. صح. فانا اقول له خد الجوينت ميكس ده قرص يوم مكمل غذائي عشان تحافظ على المفاصل بتاعتك، فيتامين دي لان احنا عندنا مشكله في فيتامين دي عموما. انا بقى نتعرض للشمس. انا سعيده والله ان هم الشركه كملوا فيتامين دي، لان هو بجد كان ناقصنا حتى في مجموعه الفا مالتي فيت. صح. هي فيها 13 عنصر كان ناقصنا فيه فيتامين دي، ويمكن بقينا بقى الاوميجا 3 بس. ان شاء الله تعملوا يعملوا. عشان كده احنا نزلنا الفيتامين دي وقلنا ان هو بيتاخد مع القرص القلب المنتفيت. ايوه. انا بديك زي يعني ناخده مع بعض يا دكتور الصبح بعد الفطار. بعد الفطار قرص القلب المنتفيت مع قرص فيتابيكس. لو فيتابيكس اوكي، لو علاجي هاخد قرصين فيتابيكس. تمام. وفي نص اليوم بعد الغداء ناخد السيتا زيت بيكس، السيتا زيت اللي هو الكالسيوم اللي هو مصدر الكالسيوم. هاخده بعد الغداء. كويس. وخلي بالك انا ليه قرط بعد الغداء؟ علشان انت بيبقى عندك هس من حته الكالسيوم في معدتك. انا بقول لك لا هدول لك من بعد الغداء عشان انت ما يبقاش عندك مشكله في المعده بتاعتك. صحيح. تمام. خلي بالك حضرتك، انا بس حضرتك اثرت برضو نقطه في المقدمه، حته المفاصل والعظم والعضلات. خلي بال حضرتك، هو العضلات هي المسؤوله عن حمايه العظام. اوكي. تمام. عشان كده بنقول ان الرياضه برضو مهمه، بس انا عايزك تلعب رياضه وتبقى رياضه سليمه. يبقى الرياضه وكرس العظم هما اللي اصبحوا هما الاثنين مكملين لبعض عشان تاخد صحه افضل، وده الاستوجن بتاعنا. خلي بالك انا بقول لك مارس رياضه، ما تقلقش خالص وانت بتمارس الرياضه. هو برضو احنا بيبقى عندنا مشكله في يقول لك الناس اللي بتمشي على المشايه كتير اللي هي التريد ميل، يقول لك انا ساعات ركبتي بتوجعني. هو ركبتي بتوجعني لان الهيالورونيك اسيد ده بيقل. فانا مش عايزك تلعب رياضه وتبوظ حاجه تاني. لا العب رياضه وامشي على التريد ميل بتاعك او المشايه، بس خد معاه الجوينت بيكس. يبقى انت كده امنت نفسك انك بتلعب رياضه بصوره سليمه، وعلى المدى البعيد مش هتشتكي بقى من الام المفاصل ولا الام العظم ولا اي حاجه خالص. طيب يا دكتور، الناس اللي بتحتاج شويه يعني عنصر زياده، هل ده ما يتعارضش معاهم؟ يعني مثلا انا زي ما حضرتك قلت دلوقتي ممكن يكون الدكتور كاتب نسبه اكبر، هل النسبه اللي موجوده هنا هو حاسس انه محتاج انه ياخد اكتر من اللي موجوده دلوقتي معانا؟ خلي بالك حضرتك، انا هديكي حاجه يعني في الكورس بتاعنا سيدي زيت بيكس. هو التركيز بتاعه 1350 ملي جرام من الكالسيوم. اوكي. تمام. وده على اللونج جرام ما بيترسبش ما بيتعبش ما بي... هو حاجه اسمها الكالسيوم الحر، الكالسيوم الحر اللي بيمتص منه 350 ملي جرام. أوكي. وده اللي الجسم محتاجه في اليوم. تمام. يعني عايز اقول الكورس بتاعنا احنا كل حاجه فيه محسوبه. صح. تمام. بس بالنسبه لحضرتك يعني ممكن ياخد تركيزات اعلى او محتاج تركيزات اعلى. طب دكتور كلمنا على المالتي فيت شويه برضو. تمام. عشان نبقى برضو ايه ما نسيناهوش في وسط الحاجات. بس حضرتك القلب المالتي فيت زي ما حضرتك قلتي ان هو عباره عن 13 عنصر. كلمنا عن مجموعه كمان فيتامين بي لانها موجوده في المالتي فيت بشكل كويس. القلب المالتي فيت هو حضرتك زمان لو تفتكري لما كان عندك مشكله في الشعر بتروح الدكتور يروح كاتب لك زنك. بتروح تشتري علبه زنك لوحديها. صح. تمام. لو انت عندك نقص فقر دم يروح كاتب لك مثلا الفوليك اسيد لوحديه. صح. لو انت عندك بتعاني من السكر يروح كاتب لك فيتامين بي لوحدي. صح. تمام. لو انت عندك مشاكل في لو عندك علامات الشيخوخه بتظهر عندك مبكرا يقول لك انا هديك النحاس خده لوحديه. تمام. لو انت سي عندك مشاكل مثلا عايز حاجه انت اوكسن فيقول لك ايه انا هديك فيتامين اي لوحديه. أيوة. القلب مالتي فيت عمل ايه بقى؟ راح جمع لك كل دول في قرص واحد. قرص. لو فيتامين سي، على فكره تركيز فيتامين سي في القلب مالتي فيت 500 جرام. ده 500 ده كويس جدا يا دكتور. انت فاكر حضرتك اللي انا جربت اصلا. انا بديك مجموعه. عشان كده دايما السلوجن بتاعنا الفتره اللي جايه هنعمله ان احنا بنديك هنحط شعار المظله. ايوه. يعني القلب مالتي فيت ده عباره عن مظله من الفيتامينات، وكورس العظم ده عباره عن مظله بحمي لك كفاءه العظم والمفاصل عندك. هو ده الهدف الاساسي على فكره من لما بنيجي اتكلم على كورس. على فكره كل واحد ممكن يتقال عليه كورس. طب دكتور يعني ايه المالتي فيت ده ممكن يتقال على كورس على فكره؟ كورس فيتامينات. طبعا ما احنا بناخد الجوينت بيكس ده ممكن يتقال عليه كورس من الحاجات اللي بتحسن كفاءه المفاصل والاربطه والغضاريف. فيتامين دي انا نستمر عليه فتره قد ايه يا دكتور؟ احنا فتره قد ايه ناخد الحاجات دي؟ بص حضرتك بما ان انا بتكلم الكورس ده كله يكفي شهر ولا حاجات وحاجات منه؟ لا حضرتك بص حضرتك لو انت هتاخده كعلاجي يكفيك شهر. تمام. لو انت هتاخده كوقائي الجوينت بيكس يكفيك شهرين. والله. تمام. والالف مالتي فيت يكفي شهر. يكفي شهر. تاخد قرص واحد في اليوم، هو عباره عن 30 قرص. تمام. تمام. فهي القصه انت بتاخده وقائي ولا بتاخده علاجي. وعلى فكره سعره
مور كنت لسه هسأل حضرتك الجزئية الاقتصادية. مور اوكونوميك يعني ايه؟ يعني هو مناسب جدا. وانا لما باجي ابص للسعر هو بيمنع ايه عني؟ هو انا ممكن، ما انا خلي بال حضرتك، انا ممكن ما اخش الكورس بتاع العظم، بس اخش بقى في مشاكل عظام وحقني، واخش في تغيير مفاصل وتغيير مفصل، وتبقى مشكله كبيره جدا. والله هي حاجه جميله ان يبقى في مكمل غذائي حاجه خاصه بالعظم، دي حاجه هايله يا دكتور حقيقي بجد. وانا طبعًا يعني طبعا شكرا لاي شركه بتحاول توجد تضيف حلول حاجه لمشاكل وتشوف كده نقط ثغرات عندنا ممكن نبقى محتاجين لها بشكل مبدئي وهي تحلها لنا. طبعا طبعا فطبعا طبعًا. وبشكر حضرتك طبعا. الله يخليك. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفي اللي شرفني نورني النهارده دكتور علاء الدين احمد، مستشار طبي لشركه بيكس فارما. نورتني وشرفتني. انا سعيد جدا بلقائك. وسعيده طبعا بمتابعه حضراتكم، وشكرا جزيلا لكل من يتابعني من خلال شاشه قناه الاهلي. طبعا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اتمنى للنادي الاهلي دايما التوفيق والنجاح والتالق، ومن هنا لحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.